تراي شوي دقايق تزيد عدد المشاهدات وراح نبدأ بإذن الله. بس أهم شيء هل الصوت عندكم واضح؟ هل الصوت عندكم واضح؟ الصوت ماشي مع الصورة ولا لا؟ خبروني من فضلكم. النور يا هلا. نتريع تقريبا دقيقتين زيادة وراح نبدأ بإذن الله. عليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يجدد لقاءنا فيكم مرة ثانية متابعينا الأعزاء على حساب أو صفحة الإدارة، وحياكم الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقات البث المباشر مع إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. أعرفكم على نفسي، أخصائية التغذية شذا عمر. طبعا حابة أوجه لكم شكر لاهتمامكم ومتابعة صفحتنا ومستجداتنا اللي دوم نطرحها ومواضيعنا اللي تسعى دائما نحو حياة صحية متكاملة للأسرة والمجتمع. إن شاء الله مثل ما تعرفون موضوعنا لليوم راح يكون عن سلامة الغذاء بشكل عام تحت عنوان صحتي تبدأ بسلامة غذائي. طبعا في نهاية البث راح نخصص إن شاء الله وقت للنقاش والإجابة على الأسئلة والاستفسارات اللي عندكم بإذن الله. راح نبدأ أول المحاور اللي هي تعريف أو مفهوم السلامة الغذائية. بنظركم شو هو مفهوم السلامة الغذائية أو كيف ممكن نحقق السلامة الغذائية؟ حابة أعرف أجوبتكم، لو تكتبوا لي في الكومنتس أشياء بسيطة كاستفسارات يعني أو استفتاء بسيط مثل ما يقولون، عشان بس نشوف المعلومات اللي عندكم. شو بنظركم تعريف السلامة الغذائية أو مفهومها أو كيف ممكن نقدر نحققها؟ إن شاء الله راح ينحفظ البث وينزل بإذن الله في حساب الإدارة. تمام، راح نبدأ عشان ما نتأخر وما نكثر عليكم. تعريف السلامة الغذائية هو إمداد المجتمع بغذاء سليم خالي من المخاطر والملوثات المسببة أو ممكن تسبب التسمم الغذائي مثل الجراثيم، البكتيريا، الفيروسات أو الطفيليات أو حتى ممكن المواد الكيميائية. ومن أجل تحقيق سلامة الغذاء يتعين علينا اتباع مجموعة من القواعد لتفادي المسببات اللي ممكن تؤدي إلى التسممات الغذائية بهدف الوصول إلى تغذية صحية وسليمة. طبعا أشوف من خلال تعليقات عندنا إجابات، حفظ الطعام بطريقة صحيحة، نعم ممكن، غذاء صحي متوازن، نعم ممكن، الممارسات الصحية الجيدة، نعم ممكن، كل الإجابات صحيحة، طبعا ما في شيء خاطئ، وإن شاء الله من خلال البث راح تتعلمون أو راح تستفيدون أو راح تعرفون أكثر عن السلامة الغذائية وطرقها وكيف ممكن نحقق السلامة الغذائية من عدة مراحل. طبعا يمر الغذاء او المنتجات الغذائيه اللي نحن ناخذها مراحل عديده، تمر من الزراعه للحصاد للتوزيع والبيع والتحضير، كلها يعني سواء كانت في المنزل او في المطاعم، وهذا شيء ممكن ان يعرضها لبعض من ممكن يعرض بعض المنتجات الغذائيه لخطر التلوث، ممكن ان بعضها يكون متلوث نوعا ما.
زين شو مخاطر الأغذية الملوثة علينا نحن كبشر أو على صحتنا؟ طبعا الأغذية الملوثة إذا كانت ملوثة ممكن أنها تسبب مخاطر كثيرة، ممكن نتعرض للتسمم الغذائي مثل ما ذكرت، وممكن تنتقل الملوثات اللي ذكرتها اللي هي البكتيريا، الطفيليات، الجراثيم، تنتقل لنا ونتعرض لأمراض عديدة. وطبعا وفق الإحصائيات تتسبب الأغذية الملوثة لأكثر من 200 مرض للأسف. ومن أشهر أنواع الجراثيم أو البكتيريا اللي تكون في الطعام بكتيريا السلمونيلا. زين شو بكتيريا السلمونيلا؟ السلمونيلا عبارة عن بكتيريا مسببة للمرض مثل الإسهال، يصاب فيها من خلال إذا كنا نحن شاربين ماء ملوث أو كلنا غذاء ملوث. طبعا تنتقل بشكل أو بعدة طرق، مثل عندنا اللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الحيوانية اللي تكون بصورة نيئة أو اللي تكون مش مطبوخة عدل. أعراضها ممكن تكون آلام شديدة في البطن، غثيان، استفراغ، صداع، في بعض الحالات حمى. والعلاج يتراوح بين المضادات الحيوية ومحاليل تحتوي على أملاح لتعويض نقص السوائل اللي يحدث في الجسم. بعض الملوثات الأخرى ممكن تنتقل لنا عبر الغذاء، هو فيروس الكبد الوبائي. كيف ممكن فيروس الكبد الوبائي، بالتحديد فيروس الكبد الوبائي A، ينتقل لنا؟ ممكن أنه ينتقل لنا عن طريق الأطعمة البحرية النيئة. وكذلك الطفيليات مثل الديدان الشريطية والإسكارس عن طريق ملامسة الحيوانات أو الأطعمة البحرية اللي تحتوي على مواد سامة. المواد الكيميائية ممكن أنها بعد تكون موجودة في الغذاء عن طريق العفن اللي يظهر على بعض الأطعمة والفطريات، هذه تعتبر نوع من العمليات الكيميائية. أو ممكن الملوثات تكون ناتجة عن التلوث البيئي من نفايات المصانع، الهواء اللي حواليها، أو الماء أو الأتربة الملوثة. طبعا في بداية كل شهر أكيد كلنا نسير الجمعية أو السوبر ماركت عشان نتقضى ونتشرى للبيت، لكن خلونا نركز بالأخص على المنتجات الغذائية. بعطيكم بعض النصائح اللي ممكن تساعدكم للحفاظ على سلامة غذائكم. عندي سؤال، أي نوع من الكبد الوبائي؟ عندنا كبد الوبائي A ممكن أنه ينتقل عن طريق الغذاء الملوث أو نوع الغذاء الملوث في الأطعمة البحرية. طبعاً أول نقطة أو أول نصيحة ممكن أنصحكم إياها يوم تروحون تشترون من الجمعية أو السوبر ماركت، أن تقرون الملصق الغذائي أو البطاقة التغذوية اللي تكون وراء كل منتج. زين شو نركز على شو نركز في البطاقة التغذوية؟ خلوني أراويكم فيديو بسيط كيف ممكن نقرأ البطاقة التغذوية أو على شو نركز. نركز على مكوناته، لأن في بعض المنتجات تحتوي على مواد تحسسية أو مواد ممكن أنها تسبب تحسس للبعض، مثل الحليب، البيض، المكسرات، أو أي نوع من أنواع المواد اللي ممكن أنها تحسس الشخص. القيمة الغذائية والعناصر الغذائية مثل نسبة الملح أو السكر أو الدهون للمنتج، وطبعا مدة صلاحية المنتج وتعليمات الحفظ والتخزين لحفظ الأغذية بصورة سليمة. مثل ما تشوفون عندكم على الشاشة البطاقة التغذوية، خلونا نبدأ فيها نقطة نقطة. عندنا أول نقطة هي عدد الحصص في العبوة 4. زين شو ممكن هذا الشيء يعني؟ يعني أن هذا المنتج يحتوي على 4 حصص، وهذه الحصص ممكن أنها تفي باحتياجات 4 أشخاص. يعني إذا قسمنا الكمية اللي موجودة عندنا في هذا المنتج لحصص متساوية، ممكن أنها تغطي احتياجات 4 أشخاص. الكمية للحصة الواحدة تساوي 100 جرام. طبعا إذا قسمناها مثل ما قلت بشكل متساوي، ممكن الكمية للحصة الواحدة تساوي 100 جرام. النقطة الثانية اللي هي الطاقة، والمعروف عندنا بالسعرة الحرارية أو الكالوريز، ممكن أن تعطينا شو ممكن يعني؟ هذا يعني أن المنتج هذا يوفر لنا 250 سعرة حرارية للحصة الوحدة. يعني إذا أنا أخذت 100 جرام من هذه الحصة،
ممكن انها تعطيني 250 جرام. وطبعا اذا انا استهلكت كل اللي في العبوه ممكن اني انا اضرب ال 250 سعره حراريه في الاربع حصص، هذا في حال اذا انا استهلكت المنتج كامل بنفسي، يعني ما اعطيته لشخص اخر او ما شاركت فيه اشخاص ثاني. عندنا اللي يشوفونه باللون البرتقالي اللي هي الدهون والكوليسترول والصوديوم. طبعا نحن نحرص او ننصح بتناول الزيوت النباتية ونقلل من الزيوت الحيوانية، ونحرص على اختيار الأطعمة اللي ما تتعدى فيها نسبة الصوديوم مثل ما تشوفون عن 20% ونسبة الكوليسترول عن 10%. اللي تشوفونه باللون الأزرق السكر البروتينات الكربوهيدرات، هذه كلها نحرص أن يعني ما تزيد فيها كمية السكر والبروتين للمنتج عن 5% من الاحتياجات اليومية. طبعا باللون الاخضر عندنا الفيتامينات، الفيتامينات جدا مهمة، يعني نحرص ان نحن ناخذها، وخاصة للي يعانون نقص في الفيتامينات، وممكن ان يستهدفون نقص الفيتامينات عن طريق مثلا تناول بعض المنتجات الغذائية، فهذا راح يكون مناسب لهم وممكن يتابعون عليه بشكل اكثر وبالنسبة للنسب او الارقام اللي مذكورة على البطاقة التغذوية. الألياف نحرص عليها، طبعا كل ما كانت الألياف أكثر في الطعام تكون أفيد حق الصحة، لأن الألياف مثل ما نعرف لها قيمة غذائية عالية تساعدنا بالشعور بالشبع بطريقة أسرع. زين، ثاني نقطة أو ثاني نصيحة هي الفصل بين الأصناف الغذائية. بتقولولي زين شو هي الأصناف اللي ممكن نحن نفصل من بينها؟ نفصل كل الأطعمة النيئة مثل الدياي، السمك، اللحوم عن الأطعمة الفرش أو الأطعمة الطازجة مثل الخضروات والفواكه أو الأطعمة المعلبة أو الأطعمة الجاهزة للأكل، وهذه النقطة إن شاء الله راح أتطرق لها أكثر من خلال حديثي. ثالث نقطة أو ثالث نصيحة هي الفصل بين المشتريات الغذائية والمنظفات المنزلية. طبعا اذا كنا في الجمعيه نحاول قد ما نقدر نرتب العربانه او سله المشتريات بحيث نفصل من بينهم عشان ما يكون في اي تسريب، او اذا كان في تسريب للمنظفات المنزليه ما يختلط مع المنتجات الغذائيه اللي نحن شاريها. واذا كنا في البيت اكيد لازم نفصل من بينهم، طبعا هذا الشيء معروف عندنا ان نحن لازم نفصل بين المنتجات الغذائيه وبين المنظفات المنزليه في بيتنا، لأن بعض المنظفات مثل ما تعرفون فيها مواد كيميائية ممكن أنها تضر بالمنتجات الغذائية إذا ما تخزنت بشكل صحيح أو إذا حفظناها في نفس المكان. عندي تعليق اللي هو فصل المجمدات عن الخضار والفواكه منعا للتلوث التبادلي. نعم، راح نتكلم عن هذه النقطة بشكل تفصيلي إن شاء الله في من خلال حواري، وراح أتكلم عنها الحين. رابع نقطة أو نصيحة ممكن البعض منا يغفل عنها هي توقيت شراء المنتجات المجمدة أو المبردة. الأفضل طبعا شو؟ الأفضل أن نحن نأخر أو نأجل شراء هذه المنتجات اللي هي تكون في الثلاجة للآخر، يعني آخر جولة عندنا نأخذها في الجمعية أو السوبر ماركت نخصصها للمنتجات هذه عشان نحافظ على حرارتها قد ما نقدر وما تفسد أو تخترب لين نوصل للبيت ونحطها في الثلاجة. في تعليق ثاني، أحيانا المنظفات ما تكون محكمة الإغلاق لما نشتريها. طبعا بالضبط، وهذا هو يكون السبب للتسريبات اللي ممكن تحصل إذا خلطنا بين المنتجات الغذائية والمنظفات المنزلية. عندنا راح أتكلم بشكل تفصيلي عن المنتجات اللي ممكن نحن ناخذها وكيف ممكن نحن نحافظ على سلامتها من خلال شرائنا. عندنا أول شيء راح نتكلم عن اللحوم وبالأخص اللحوم المبردة. أول شيء نشوفه في اللحوم المبردة نتأكد من تاريخ الإنتاج، والأفضل أن نحن ناخذ اللحوم اللي تاريخ إنتاجها ما يتجاوز اليوم إلى 3 أيام لأنها تكون طازجة وتكون متماسكة ولونها أحمر وحوافها سليمة، ونحرص أنه ما يكون في أي لون أزرق أو رمادي وما يكون فيها كذلك تسرب لأي سوائل أو دم. الدواجن يكون لونها طبيعي ولحمها متماسك
وخالية من الروائح الكريهة ونظيفة وخالية من الريش أو أي شوائب أخرى، لأن في بعض الشركات اللي متخصصة مثلاً في تزويدنا بعض اللحوم أو الدواجن يعني ما تحرص على تنظيفها بشكل كامل، فممكن إنه يكون في بعض الشوائب اللي هي مثل الريش، القطع الثانية اللي نحن ما نستسيغها في الأكل ممكن إنها تكون موجودة في هذه المنتجات، فنحرص إن نحن نأخذ الأفضل من بينها ونحرص إن نأخذ الأنظف. الخضروات بالأخص الخضروات الورقية يوم نأخذها نحرص إنها تكون إن أوراقها تكون خضراء وتكون غامجة، ما يكون فيها أي صفرار، ما تكون يابسة وايد ومش ذبلانة وايد في نفس الوقت، وما عليها أي حشرات. الفواكه بعد نحرص إنها ما تكون لينة وايد وما فيها بقع سوداء، ما فيها أي خدوش، ما فيها أي عفن، ونحرص إن ريحتها تكون طبيعية. قبل لا أنتقل للنقطة الثانية عندي تعليق، عندكم كتيبات في مجال سلامة الأغذية؟ نعم، ممكن إذا تشوفون على طريق البايو تضغطون عليه راح تحصلون عندنا كتيب متخصص بسلامة الأغذية، أو نعم بتحصلونه في البايو، أو ممكن تعطونا على الخاص إيميلاتكم وراح إن شاء الله نطرش الكتيبات هذه. عندي التعليقات، أوقات يكون مطبوع على اللحم بالأزرق يمكن رقم أو كود، نعم ممكن اللي هو ممكن إذا تقصدين أنا ما أعرف اللي هي أمسي، ممكن تقصدين اللي هو الجرام أو الكيلوغرام اللي يكون عليه، ومرات يكون يعني لازم محطوط عليه علامة الحلال، هذه لازم نحرص عليها. شو الطريقة الصحيحة لتنظيف الورقيات؟ الورقيات نحرص ان نحن اول ما اخذناها من الجمعية وقبل لا ندخلها الثلاجة ننظفها عدل بشكل صحيح، يعني تقريبا ننظفها ورقة ورقة، نحرص ان ما تكون فيها حشرات، وكذلك نشيل الاجزاء اللي تكون متعفنة او مثلا اللي فيها اصفرار بزيادة ما تكون بشكل طبيعي. ننتقل للمنتجات الحيوانية، الألبان نحرص أن نأخذ أحدث تاريخ إنتاج عشان مدة استهلاكها تكون أطول. البيض يكون خالي من الخدوش والكسور، نضيف ما عليه ريش مثل ما ذكرت، وتاريخ الصلاحية بعد نتأكد منه. عندنا العصائر لازم تاريخ صلاحيتها يكون واضح اللي هو تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، وتكون مسكرة عدل محكمة الإغلاق مثل ما حد عندنا في الإخواني أو أحد من الإخوان أو الخوات كتب هذا التعليق، نعم تكون مسكرة بشكل صحيح وما يكون فيها أي انتفاخ أو مثلا نشوف أنه يكون فيها إعوجاج أو مثل ما نقول أنها تكون محفوظة. المنتجات المعلبة ما تكون منتفخة، ما تكون مصدية، ما تكون محفوظة مثل ما ذكرت، تكون مسكرة عدل وما فيها أي تسريبات، هذه الأشياء اللي نحرص عليها يوم ناخذ المنتجات المعلبة. زين، بعد ما خلصنا من عندنا الجمعية وبعد ما أخذنا الأشياء من الجمعية، زين يوم ما نرد البيت كيف ممكن نحفظ أو نخزن الأطعمة في المنزل؟ لازم أول شيء قبل لا أنا أطلع أروح الجمعية أحرص أن الثلاجة تكون نظيفة، أكون أنا منظفة الثلاجة وعقب أطلع أسير الجمعية. لازم تكون أماكن التخزين باردة نظيفة جافة ما فيها أي رطوبة، ونتأكد من درجات الحرارة بحيث درجة حرارة الثلاجة ما تزيد عن 5%، أو الفريزر نحطه على سالب 18. اللحوم نحرص أن نحطها في الرفوف الأخيرة من الثلاجة عشان السوائل والدم ما تتسرب للمنتجات الثانية اللي تكون عندنا داخل الثلاجة. أما بالنسبة للأطعمة اللي ما تحتاج لثلاجة أو برودة مثل عندنا زيوت المكسرات الملح البهارات المعكرونة أو أي شيء أو أي نوع من هذه المنتجات اللي ما تحتاج لأي مبردات نحفظها في
عفوا في مكان بعيد عن الشمس، نتأكد ان الغرفة اللي نخزن فيها الاكل جوها يكون معتدل، بحيث ما يكون في اي رطوبة، ما تكون حارة وايد بزيادة، ما تكون باردة، عشان نحرص على حفظ الاغذية بشكل سليم، ونتأكد من نوعية وجودة المنتجات. زين، بعد ما حطينا الاغراض في الثلاجة، اكيد اليوم الثاني ممكن نحن نبغى نطبخ. بعد ما طبخنا، كيف ممكن نحفظ الأطعمة المطبوخة؟ ممكن أن نحن نحفظ الأطعمة المطبوخة في الثلاجة لمدة يوم أو يومين كحد أقصى، بشرط أن الصحن اللي نحن حاطين فيه الأكل يكون مسكر عدل ويكون مخصص لحفظ الطعام. ويوم نبغي نسخن الأكل في الثلاجة، الأكل اللي يكون في الثلاجة، نحرص أن نحن ما نسخنه بشكل متكرر. يعني إذا الحين أنا طبخت طبخة وحطيتها في الثلاجة، أبغي أكلها أطلعها وأسخنها، خلاص بعد ما أردها في الثلاجة، لأن كثرة تغيير درجات الحرارة ممكن أنها تشكل فرصة لنمو المزيد من البكتيريا في الطعام. طبعا نحن ما نفضل أن يكون في تسخين متكرر، نسخن الأكل مرة واحدة إذا كان في الثلاجة. وإذا كنا نستخدم الميكروويف في تسخين الأكل، نحرص أن نحط الأكل في صحون زجاجية ما تكون بلاستيكية وما عليها أي غلاف أو شيء من هذا القبيل. زين، عندنا شو الحلول لتقليل المخاطر؟ ممكن عندنا بعض الحلول للمخاطر تكون على ثلاث مستويات. خلونا نبدأ بالمستوى الأول، وخلوني أشارك معاكم فيديو اللي هو الوصايا والحلول لتقليل المخاطر، كيف ممكن نحن نقلل، أو كيف ممكن الدولة بحد ذاتها تقلل من عندنا خطر التسممات الغذائية، أو تحفظ عندنا أو تزيد من السلامة الغذائية. طبعا أول نقطة اللي هي، أو على أول مستوى، اللي هم صناع القرار. صناع القرار ممكن أنهم يعني يباشرون بقرارات إنشاء مراكز ومختبرات متخصصة لفحص وسلامة الأغذية وفقا للمعايير المعتمدة. ممكن أنهم يعززون التعاون بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة بسلامة الأغذية، مثل وزارة الصحة، البيئة، الزراعة، وإعادة التدوير بالأخص إدراج السلامة الغذائية ضمن الخطط الوطنية، مثل عندنا الأمن الغذائي، تشجيع ودعم الصناعات المحلية. خلونا نشوف معاكم الاشتراطات أو المواصفات اللي حطتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لمنتجات الأغذية. تلزم المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، تلزم بكتابة البيانات على المنتجات باللغة العربية، كما تحدد العديد من الاشتراطات المتعلقة بالمنتجات، ومنها أن يكون تاريخ الإنتاج والانتهاء مكتوبا بشكل واضح وغير قابل للإزالة، ضرورة كتابة اسم المنتج ومكوناته والبيانات التغذوية بحسب اشتراطات المواصفة القياسية واللائحة الفنية المعتمدة، كتابة اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ وتعليمات التخزين والإرشادات والتحذيرات حسب نوع وطبيعة كل منتج، كتابة البيانات على المنتجات باللغة العربية. على ثاني مستوى، ننتقل للنقطة الثانية اللي هو على ثاني مستوى منافذ بيع الأطعمة والممرضين، كيف ممكن هذول الأشخاص يساعدون في سلامة الأغذية عن طريق تطبيق اللوائح والقوانين المرتبطة بسلامة الأغذية، تدريب العاملين على أسس السلامة الغذائية، الحد من استخدام المبيدات الحشرية والمواد الملوثة، وتطبيق إرشادات النظافة، التحقق من تواريخ الإنتاج والانتهاء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي على الأقل. خلونا نشوف بعد فيديو ثاني أسس السلامة الغذائية اللي لازم تكون موجودة في منافذ البيع لنا. وجود تاريخ الإنتاج والانتهاء في المنتجات أمر مهم عليك التأكد منه، لكنه لا يضمن لك كل السلامة.
يجب أن تكون المنتجات المعروضة في الأسواق وكافة أماكن البيع وخاصة الغذائية منها معروضة ومخزنة في ظروف مناسبة، ويتم فيها مراعاة ظروف الحفظ والعرض ودرجات الحرارة وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بكل منتج. عليك التأكد منه. عندنا على ثالث مستوى اللي هم المستهلكين والمجتمع، كيف ممكن يشاركون عن طريق ممكن يشاركون في تحقيق السلامة الغذائية عن طريق اتباع إرشادات السلامة الغذائية اللي تكون موجودة في بطاقة الأغذية أو اللي تكون مرفقة مع الوجبات أو الأطعمة، عن طريق تطبيق الوصايا الخمس لضمان سلامة الغذاء، وهذا شيء إن شاء الله راح أتطرق له بعد شوي. تشجيع ثقافة الزراعة المنزلية، طبعا نحن إذا كنا نزرع في البيت أكيد بنكون متأكدين من المواد اللي استخدمناها وطريقة الزراعة، وعندنا ري هذه المنتجات أو الثمار، فنكون نحن حريصين أو يعني متأكدين من نظافة هذه المنتجات. خلونا نشوف وياكم إذا كنتوا تزورون السوبر ماركت أو الجمعية كيف ممكن تشاركون في الحفاظ على سلامة أغذيتكم أو تتأكدون منها. في المقابل فإن على المستهلك أن يتأكد بنفسه من ملائمة ظروف العرض والتخزين للمنتجات التي يرغب في شرائها مع ما هو مذكور على عبواتها كدرجة الحرارة المناسبة للتخزين وحفظها في المنزل بما يتناسب مع ذلك. نفسه من ملائمة ظروف العرض والتخزين للمنتجات التي يرغب. ننتقل للنقطة الثانية اللي هي ننتقل خلونا نقول الفقرة الأخيرة أو ملخص عن كل اللي ذكرناه في خمس وصايا لسلامة الغذاء محددة من منظمة الصحة العالمية. أول وصية أو أول نقطة اللي هي المحافظة على النظافة وغسل اليدين. طبعا غسل اليدين شيء ضروري لابد منه، غسل اليدين يكون قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام، وكذلك نحرص أن نحن نغسل يدينا قبل وبعد تناول الطعام لضمان نظافة اليدين. نغسل اليدين بالماء والصابون مثل ما تعرفون من تقريبا من 20 ل40 ثانية، وكذلك عزكم الله نحرص على غسل اليدين بعد استخدام دورات المياه. ضرورة غسل وتطهير الأواني كذلك مهمة جدا، والمعدات وألواح التقطيع اللي استخدمناها في إعداد الطعام، ونحاول قد ما نقدر نغطي أي جروح أو خدوش تكون موجودة على اليدين قبل تحضير الطعام. نحرص أن ما تكون في حشرات ضارة في المطبخ مثل الصراصير أو عزكم الله البعوض القوارض اللي هم الفيران. وضع المبيدات الحشرية وجميع المنظفات المنزلية أو المواد الكيميائية في مكان بعيد آمن عن الأغذية وعن متناول الأطفال، وتخصيص مناديل لكل غرض عندنا في المطبخ، يعني ما نستخدم نفس الفوطة اللي نمسح فيها مثلا المغسلة أو الطاولات في أشياء ثانية مثلا ننظف فيها بعض المنتجات الغذائية. الأفضل أن نحن نخصص مناديل نظيفة لكل غرض. ثاني وصية أو ثاني نقطة هي فصل الأطعمة النيئة عن الأطعمة المطبوخة. طبعا نفصل كل النيء اللي هو من اللحوم، الدياي، الأسماك، والأطعمة الأخرى مثل المعلبات مثل ما ذكرت في أول البث. تخصيص لوح تقطيع للأطعمة النيئة وآخر للخضروات، وبعد لوح تقطيع ثاني للفواكه عشان نحرص أنه ما يكون في أي اختلاط ممكن أنه يسبب أمراض أو عدوى. طبعا بعد الانتهاء من تحضير الأطعمة أو الأغذية النيئة نغسل الأطباق المستعملة اللي استعملناها في تحضير هذه الأغذية مثل السكاكين وألواح التقطيع بشكل منفصل عن بقية الأطباق. ثالث وصية هي طبخ الطعام طبخ جيد بحيث أن درجة الحرارة نحرص أنها تكون 70%. نطبخ الطعام ممكن أن نحن طبخ جيد ممكن أن نحن نستخدم المقياس المخصص للأكل للتأكد من درجة الحرارة. إذا ما كان عندنا هذا المقياس ممكن أن نحكم عليه من خلال العين المجردة أو من خلال المواصفات اللي تكون عندنا اللي هي اللون الطعم أو درجة النضج.
عندنا الرابع وصية أو رابع نصيحة اللي هو الحفاظ على درجة حرارة الغذاء المناسبة للطعام المطهو والأطعمة الطازجة أو الباردة بما يناسبها. طبعا على طول أول ما نرجع من الجمعية نحط الأغذية اللي تكون قابلة للتلف أو اللي تحتاج لبرودة على طول نحطها في الثلاجة. نحفظ الخضروات والفواكه بشكل جيد بحيث أن قبل لا ندخلها الثلاجة نغسلها. ما أترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر عن ساعتين لأن ممكن البكتيريا تتكاثر فيها. ما نخزن الطعام لمدة طويلة حتى لو كان في الثلاجة، مدة مثل ما ذكرت من يوم كحد أقصى إلى يومين. وإذا كانت كمية الطعام كبيرة نحرص أن نحل نوزعها على أطباق عشان درجات الحرارة تكون متساوية. الوصية الخامسة والأخيرة هي استخدام مياه صالحة للشرب وغسل الخضروات والفواكه بشكل جيد. طبعا نستخدم المياه اللي تكون صالحة للشرب، وكذلك يفضل أن نحن دوم نحرص أن مثلا البيبات اللي تكون في البيت تكون نظيفة ما يكون فيها ماء مصدي، كل هذا عشان سلامة أغذيتنا. ونختار الأطعمة الطازجة والسليمة ونتأكد دائما من تاريخ الصلاحية قبل الاستعمال، ونغسل الفواكه والخضروات حتى لو كانت معلبة، وما نشتري نحاول قد ما نقدر ان نحن ما نشتري الأطعمة اللي تكون مكشوفة او معروضة للبيع في درجات حرارة عالية وتكون معرضة للغبار والذباب. طبعا هذا عندنا كملخص لبثنا لهذا اليوم اللي هو سلامة الغذاء تحت عنوان صحتي تبدأ بسلامة غذائي. حابة أنوه عليكم أعزائي المتابعين أن نحن حطينا كتيب سلامة الأغذية في البايو، ممكن تضغطون عليه وتحملون الكتيب، أو إذا حابين تطرشون إيميلاتكم على الخاص وإن شاء الله راح نبعث لكم الكتيب على الإيميلات. نفتح الحين باب النقاش والأسئلة، إذا كانت عندكم أي استفسارات ما جاوبنا عليها تفضلوا المايك عندكم. ما اعرف لو عندكم اي اسئلة غير اللي جاوبناها في بداية البث او اثناء البث. طبعا عندنا فيديو اذا حابين ان تاخذون صورة عنه اللي هو عندنا الوصايا الخمس، ممكن تطبقونها او ممكن تسوون عندكم كابتشر على الفيديو اللي بحطه، ودائما تحرصون على الوصايا هذه اللي هي خمس وصايا لضمان مأمونية الغذاء. عندنا سؤال البيض وين ينحط، في الباب أو داخل؟ طبعا يفضل أن نحط البيض داخل الثلاجة، ما نحطها في عندنا باب الثلاجة. ليش؟ لأن دوم يوم نفتح باب الثلاجة درجات الحرارة تكون متغيرة أو تتغير بشكل مستمر، وعلى كثر ما نفتح الباب ونبطله، طبعا نفتح الباب ونسكره درجات الحرارة تتغير، وممكن هذا الشيء يضر بالبيض. لما نشتري ثلاجة مكان تخزين البيض في الباب بس يقولون مو زين. نعم مثل ما ذكرت المكان دوم يوم نشتري أي ثلاجة نشوف المكان أو المكان المخصص للبيض يكون عند الباب. طبعا هذا شيء مش يعني مش صحي. إذا حفظنا الباب إذا حفظنا عفوا البيض في عندنا الباب، ممكن إن نحن نغير مكان البيض ونحطه داخل عشان مثل ما قلت لكم درجات الحرارة متغيرة. أي أسئلة ثانية؟ الله يعافيكم. أهم شيء سويتوا كابتشر على الوصايا هذه، أكيد من خلال الصور راح تعرفون شو معناتها. هذه الطريقة خلوني أقول لكم يسعدني تواجدكم. قبل لا أنتهي في تعليق اللي هو مع ضرورة فصل البيض عن المأكولات الطازجة أو الجاهزة للأكل، نعم هذا الشيء ذكرناه. وصلنا لختام بثنا أعزائنا المشاهدين، شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم الاستفادة. وحابة أذكركم تذكير أخير أن عندنا كتيب سلامة الأغذية موجود في البايو، تقدرون تنزلونه أو تستفيدون منه. الله يحفظكم، نشوفكم على خير إن شاء الله.